انت زوجة راغب اللي انقتلت خديجة السواد عيونك. غفوة تقبل. نوب يومية الشرطة خاش النداء مو؟ والله ما ادري ايش مضموم لك بهذا البيت، ما ادري. تدق على اهداف ضعيفة إلها علاقة براغب نفسه. بس اللي كشف هويتك هو تعطيلك للشركة، تمارضك، سفرك للبحر، بس بالنتيجة انت الشخص الوحيد الرابح من وراء هذه العملية. يعني تغير من جسد راغب الى جسد هشام. الصور هذا راح يعرقل عملكم. تزوجتيني حبيب القلب، هذا الشاعر الرقيق. راغب صار غير راغب، ذاك راغب راح. يا ربي شلون بلوى جديدة، بلوى جديدة مثل هشام. بس احملكم مسؤولية اي شيء يصير بيه. متوقع اسمع منك هاي الحكاية، متوقع اسمع منك تقولي لي هذا النسر يريد ياخذني الدرب الصد ما رد.